أزمة اليمن تبدو عصية عن الحل، وجهود إعادة إحياء الهدنة تسقط مرة أخرى في محافظة تعز بعد تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين خلفت قتلى وجرحى. تقول مصادر عسكرية حكومية إن الحوثيين شنوا هجمات مكثفة على مواقعها شمال غربي المدينة، وتعرضت عدة أحياء سكنية مدنية لقصف مدفعي عنيف استدعى ردا مماثلا لكسر سلسلة الهجمات الحوثية وإحباط تقدمهم ميدانيا. وصول تفاهمات تمديد الهدنة في اليمن إلى طريق مسدود أقلق واشنطن، وتجدد المعارك في العديد من محافظات البلاد دفع بالخارجية الأمريكية إلى تحريك آلتها الدبلوماسية. مبعوثها الخاص تيم ليندر كينغ باشر جولة خاطفة في المنطقة لإجراء مباحثات مع أطراف الصراع وداعميهم إقليميا، بحثا عن هدنة أطول وأكثر استدامة توقف آلة الحرب وتنقذ الملايين من ويلاتها. مسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الهدنة المنتهية تجدد في بيان خارجيتها. يقول البيت الأبيض إن اتفاق وقف إطلاق النار يظل أفضل فرصة للسلام لدى اليمنيين، وأضافت الخارجية الأمريكية أن لدى الحوثيين فرصة لدعم اتفاق هدنة موسعة من شأنه أن يوفر المساعدة لملايين اليمنيين. مآلات غامضة للوضع في اليمن، والذهاب إلى مزيد من التصعيد أضحى السيناريو الأقرب. ومع تصادم الجهود الأممية والأمريكية باشتراطات الحوثيين المتجددة، يقترب اليمن أكثر لجولة صراع يدفع المدنيون فيه الضريبة الأكبر.